السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ وتدابير آية. اليوم نقول لكم صحة عيدكم حبابي، تعيدوا بالصحة وهنا، كل عام وانتم بخير في حياتكم وحياة عائلتكم وولادكم. إن شاء الله ربي يقبل منا صيامنا وقيامنا يا ربي. ونوجه ألف تحية لعائلتي في الجزائر وعائلتي هنايا، نقول لهم صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة وهنا، وكل أصدقائي وحبابي وكل المشتركين والمشتركات اللي راهم يتبعوا فيا الأوفياء، نقول لهم صحة عيدكم، العقوبة العام الجاي إن شاء الله، إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء وتعود المياه لمجاريها إن شاء الله. نقول لكم في الأخير نخليكم مع طاولة الحلويات، كاين حلويات اللي درتهم معكم في القناة وحلويات ما درتهمش معكم لضيق الوقت هذا ما كان. نقول لكم فرجة ممتعة ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.